السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا بنرسم بلومنج سيكماتيك دياجرام بالشكل دوت. ترسم التوصيلات اللي انت عايزها. هبدأ اقول له انا عايز مشروع جديد، نبدأ نشوف مع بعض. تمام، وهنسميه مثلا اكسبت. بعد كده هتيجي هنا بروجكت سيلكشن، تختار مشروع معين لو في عندك عدد من المشاريع زي ده مثلا، ده مشروع موجود قبل كده، او تقول له كرييت نيو بروجكت، تبدا تعمل مشروع جديد، تقول له اكسبت. تمام، نكست. تبدا بقى تختار وحدات القياس اللي انت عايزها، يعني عايز اشغل بني وحده قياس متر ولا مليمتر ولا. تقدر تختار التيبل، تقدر تختار الرموز اللي انت عايزها، يعني مثلا البايب تقدر تختار رموز معينه تقدر تشتغل بيها بالشكل دوت. اقول له فينيش واقول له انا عايز شيء جديد P3 horizontal مثلا، واقول له مثلا انا عايز مثلا بامب، بيقول لي كم عدد البامبات، خليهم 4 فرنس. اقول له مثلا عايز الفالف اهوت، عايز الميتر اهوت. وبعد كده بقول له بايب، وابدا بقى اوصل الحاجات اللي انا عايزها، ده امتر قد ايه. وتقدر تحط بايب زي ما انت عايز. طبعا دي حاجة كروكي، نجرب ونفهم الفكرة. الفلور الليبل عايز تحط ليبل معين او شكل معين، عايز تعمل تيبل. عايز تحط مثلا رموز معينة، insert row، تبدأ تكتب الكلام اللي انت عايزه هنا، insert row. غير بقى لازم تقعد تكتب فيه، طبعا احنا مش فاضيين نكتب. تقول بقى عايز تعمل edit للحاجة، عايز تغير فيها، عايز تعمل update للشغل بتاعك، عايز تعمل export للشغل بتاعك. وهنا دلوقتي لو انت عايز تدور على حاجة، او عايز تعمل زوم، عايز تعمل روتيت زي ما انت عايز.